بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف السابع جريد 7. اليوم بإذن الله تعالى سوف نقوم بشرح وحل تمارين يونت 3، اليونت 3 وهي بعنوان Exciting Environments، وكنا قد شرحناها في الكلاس بوك. ومعنى Exciting Environments البيئات الرائعة والمثيرة والجميلة، Environments بيئات. السؤال الأول هنا معنا read اقرأ and answer وأجب. Look at the questions، انظر إلى الأسئلة، and answers والأجوبة about the equator، وقلنا معنى equator هو خط الاستواء، about the equator and different environments والبيئات المختلفة، والبيئات المختلفة التي تكلمنا عنها the deserts الصحاري، rainforests الغابات المطيرة، grassland and cold places الأماكن الباردة. طبعا هذا الإجابة تجدونها في كتاب الكلاس بوك pages 26 and 27 of your class book، كما قلنا لكم في كتاب الطالب. Read the questions below. Look at the map، انظر إلى الخريطة. On pages 26 and 27 أيضا هذه الإجابة من الصفحة 26 and 27 في كتاب الكلاس بوك. And write the answers. السؤال الأول is Africa، هل إفريقيا is Africa near the equator، هل هي قريبة من خط الاستواء؟ الإجابة yes it is. Question 2 are there any cold places، إذن هل يوجد أي مناطق باردة cold places in Antarctica في القطب المتجمد الشمالي؟ الإجابة yes there are. Question 3 are there any grasslands، هل يوجد أراضي عشبية in أنتاركتيكا في القطب المتجمد الجنوبي؟ الإجابة no there aren't، لا يوجد. Is Europe، هل قارة أوروبا is Europe near the equator، قريبة من خط الاستواء؟ الإجابة no it isn't. Now question 2 make and label. لاحظوا هنا remove cut out page C and D from page 100 pages 115 and 113 at the back of this book، يعني نجد هذه page C and D في آخر هذا الكتاب page 115 and 113. Follow the instructions on cut out page. لاحظوا هنا مجموعة من الصور تقوم بقطع هذه القارات وإلصاقها بحيث تشكل القارات بشكل صحيح. الآن نذهب إلى هذه الصفحة، لاحظوا هنا هذه القارات كيف تقوم make a world map، قم بعمل خريطة العالم. هذه القارات طبعا تقوم بقص هذه القارات بشكل مرتب، وبعد ذلك تلصقها بجانب بعضها البعض حسب الخريطة الموجودة في كتاب الكلاس بوك، إذا حسب الخريطة الموجودة في كتاب الكلاس بوك كتاب الطالب. Now let's go to the next question. Look انظر read and match وصل. Match each of these descriptions. Descriptions معناها وصف، نريد أن نصل الوصف الموجود هنا في هذه الفقرات مع البيكتشرز الصور الموجودة في page 28 في كتاب الكلاس بوك. إذا لاحظوا هنا number one it is very very cold، منطقة باردة جدا. There is snow، يوجد ثلج. And ice وجليد for most of the year، معظم السنة. هي ال cold place، مناطق الباردة. طبعا هذه تتكلم عن picture A. Now number two it rains very little، تمطر قليلا. It's usually very hot، حارة. And dry، جافة. It is the desert، الصحراء. طبعا هذه مع picture D. Number three it's never cold، لا تكون باردة. It's always hot and wet، دائما تكون حارة و رطبة، حارة ورطبة. It is rainforest، الغابات المطيرة. Picture B. Number 4 it only rains a few times a year، تمطر فقط مرات قليلة في السنة. It's usually hot and dry، حارة و dry، جافة. It is the grassland، الأراضي العشبية. Picture C. Now number 2 think and label، فكر وضع الإجابات في المكان المناسب. لاحظوا هذه البيكتشرز، الصور طبعا أخذناها من هنا. Number one هذه الصورة، طبعا هذا مكان جاف dry، لاحظوا أخذناها من هنا dry. This is number two hot، لاحظوا درجة الحرارة هنا 40 celsius 40.
إذن hot حارة. This is hot. أيضا هنا number three wet رطب. يوجد مطر. Rain. It rains. Wet. This is wet. يعني منطقة رطبة دائما فيها مطر. Number four cold. لاحظوا درجة الحرارة هنا 5 سلسيوس. 5 درجات. It is cold. منطقة باردة. This is cold. Now let's go to page 32. Ask and answer. اسأل وأجب. Work with a friend. اشتغل مع زميلك. طبعا هذه الإجابات احضرناها من كتاب الكلاس بوك. Page 30 and 31. لاحظوا هنا مثلا السؤال What like. ما هو السؤال؟ What are deserts like. الإجابة They are very dry places. They can be covered in sand, stones and rocks. Question 2. Where. نريد أن نبدأ سؤال بوير. أين؟ Where are deserts. أين توجد الصحاري؟ There are in Australia. في قارة أستراليا. Asia. آسيا. Africa. And North and South America. Question 3. What's the weather like. هذا السؤال. ما هو الطقس هناك في هذه المناطق الصحراوية؟ Most are very dry places. Sometimes it doesn't rain. لا تمطر. In a desert for many years. لمدة سنوات لا تمطر في الصحراء. Now next question. What animals. ما هي الحيوانات. What animals live in the desert. ما هي الحيوانات التي تعيش في الصحراء. There are. يوجد. Camels. Oryx. Snakes. Lizards. And scorpions. Next question. What plants. أي نباتات. What plants grow in the desert. ما هي النباتات التي تنمو في الصحراء. This is the answer. There are small plants and bushes and plants like cactus. Now next question. What people. نسأل عن الناس. What people live in the desert. There are nomads. الرحالة. The Bedou and the Tuareg. Now activity 2. Think and read. اقرأ وفكر. Now you know more about deserts. الآن تعرف أكثر عن الصحراء. What do you know about grasslands. ماذا تعرف عن grasslands. الأراضي العشبية. والcold places. الأماكن الباردة. الآن سوف نجد الإجابة في page 111 في هذا الكتاب في الخلف. نأتي إلى هذه الصفحة. لاحظ هنا معلومات. هنا طبعا نتكلم عن الكولد بليسز. الأماكن الباردة. نضع فيها المعلومات التالية. لاحظ cold places. هنا مثلا هذه هي المناطق الباردة. إذن هذه تكتبها عزيز الطالب هنا cold places. إذن أين هنا أيضا الكولد. الوذر الطقس يكون فيها. There is snow. يوجد ثلج. There is snow and ice. جليد. For most of the year. معظم أيام السنة. إذن هذه المعلومة أيضا تكتبها هنا عزيز الطالب في هذا المكان. Now next one. Penguins. هذه النبات الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة. Penguins. Polar bears and seals. تقوم بكتابتها هنا. And now here we have not many plants. النباتات التي تعيش في المناطق الباردة. نقوم بكتابتها هنا. أيضا معنا الرين فورست. الغراسلاندز. ماذا نعرف عن الغراسلاندز. مثلا هنا المناطق التي توجد فيها غراسلاند. أفريكا. إيجا. أستراليا. نورث أند ساوث أمريكا. ساوث أوف يوروب. هذه المعلومة نقوم بكتابتها في الأسفل هنا على سبيل المثال. كما نلاحظ نفس هذه تكون عندنا كولد بليسز. نكتب رين فورست. إذن هنا أكملنا المعلومات. هذه الغراسلاندز نقوم بكتابة المعلومات هنا. أيضا على سبيل المثال معلومات أخرى عن الغراسلاند. الويدر الطقس. hot حار. it rains a lot in one season. تمطر كثيرا في فصل واحد. أيضا معلومات أخرى عن الغراسلاند. الأنيمالز الحيوانات التي تعيش فيها. elephants, zebras, giraffes. وأيضا معلومات عن النباتات. lots of grasses and some trees and bushes. نرجع الآن إلى page number 32. إذن هذه هي الإجابة. تمت الإجابة. now page 33. read and complete the description. أكمل وصف لgrasslands الأراضي العشبية.
using the words in the giraffe. استخدم الكلمات الموجودة في الزرافة، حيوان الزرافة. This is the giraffe. إذا نختار الكلمات من هنا. الآن هذه الإجابة، لاحظوا هنا. Where are grasslands? There are grasslands in Africa, Asia, Australia, North and South America, and the south of Europe. Now, what is the weather like? كيف الطقس هناك؟ Grasslands are very hot. حارة جدا. It usually rains a lot in one season. 3. What animals live? ما هي الحيوانات التي تعيش هناك؟ In the grasslands in Africa, there are elephants, zebras, giraffes, and lots of other wild animals. Question 4. What plants? ما هي النباتات؟ Grow, تنمو. There are lots of grasses and some trees and bushes. Now, activity 2. Write, remove, cut out page F. إذن صف page F في هذا الكتاب skills book page 109. في الخلف نريد أن نجيب بعض الأسئلة ونقوم بعمل استبيان وكتابة معلومات عن cold places أو grasslands. Grasslands الأراضي العشبية. الآن نقوم بكتابتها. لاحظ هنا مثلا الآن سوف نكتب بعض المعلومات عن cold places، الأماكن الباردة. Where are cold places؟ أين توجد؟ هذه هي الإجابة. What is the weather like in cold places؟ كيف هو الطقس؟ لاحظوا هنا هذه الإجابة. What animals live in cold places؟ الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة. This is the answer. هذه الإجابة. What plants؟ ما هي النباتات؟ Grow in cold places. This is the answer. Now let's go to next page, page 34. Sort and listen. الآن هنا نتكلم عن syllables. Syllables المقاطع، المقاطع الصوتية. الآن هنا عندنا مجموعة من الكلمات: أمريكا، أفريكا، أنتاركتيكا، أستراليا، يوروب، and Asia. أي من هذه الكلمات تتكون من مقطعين two syllables؟ لاحظوا كلمة Asia المقطعين Asia two. أيضا يوروب يوروب. أما أفريقا three syllables Africa. أيضا هنا four syllables أربعة مقاطع: أمريكا، أستراليا، and أنتاركتيكا. الآن نأتي هنا look at these three words. انظر إلى هذه الثلاثة كلمات. الكلمة الأولى، الآن نريد أن نضع mark علامة لقطع هذه الكلمات الأصوات syllables. لاحظوا هذه desert. إذن الفاصل هنا desert. desert الصحراء. هنا بالنسبة لrainforest rainforest ثلاثة مقاطع three syllables. grassland two syllables. إذن هذا هو الفاصل وهذا هو هنا مقطع واثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة one two three. الآن هنا now look at the poems. انظر إلى القصائد. poems معناها قصائد. This type of poem is called hayoka. هايكو. هايكو هذه طبعا نوع من القصائد اليابانية. لاحظوا it is a type of poetry نوع من الشعر that first came from Japan. إذن أتى هذا من اليابان. لاحظوا هنا هذه هذا شعر poems قصائد. tall trees with green leaves stretching to the sky above in the rainforest. hot sun yellow sand making this a desert land under bright blue skies. الآن هنا نريد أن نجيب هذه الإجابات أعزائي الطلبة. a haiku must have three lines. The first line must have five syllables. The second line must have seven syllables. The third line must have five syllables. أيضا هنا يطلب منك هنا عزيزي الطالب أن تكتب شعر مثل هذا الشعر الموجود في النص السابق like this. هذا وهذا أيضا. فهنا مقطع شعري بسيط. Beautiful green trees, very long trees, so they can be seen. So they can be seen. Now page 35. Look and answer. Look at this email from Ahmed. إذن هذا email من أحمد. Read through the email quickly and answer the questions. اقرأ وأجب. لاحظ هنا who is the email to؟ لمن مرسل هذا الإيميل؟ نلاحظ هنا dear Pedro. إذن هذا الإيميل مرسل لـ Pedro. هذه هي الإجابة Pedro. This is the answer.
Now, question two. What does Ahmed want information about? يريد معلومات عن ماذا? Rainforest plants and animals. لاحظوا هنا. I want to do a project about rainforest, الغابات المطيرة. Because I think they are amazing. I've got some information about rainforest, عن الغابات المطيرة. But I need some more facts about kinds of animals. إذا لاحظوا. أريد معلومات أكثر عن kinds of animals, أنواع حيوانات أخرى, and the plants that live in them. Now question 3, where does Pedro live? أين يسكن بيدرو? Near the Amazon rainforest. لاحظوا هنا. I know you live. إذا لاحظوا you live, أنت تسكن تعيش near the, قرب the Amazon rainforest, قرب غابات الأمازون. Now question 4, what environment, ما هي البيئة, does Ahmed want to visit? إذا أحمد أي مكان يريد أن يزور, to visit if he wins the competition, إذا فاز في المسابقة, the Amazon rainforest. لاحظوا هنا يقول, if I win the competition, إذا أنا فزت في المسابقة, I want to visit the Amazon rainforest. This is the answer. سوف يزور غابات الأمازون. Now let's go to next one. Look at Pedro's reply. هذا هو رد بيدرو على أحمد على هذه الرسالة. أحمد كتب هذه الرسالة لبيدرو. الآن هذه الرسالة رد بيدرو. إذن هذه from بيدرو, رد بيدرو على أحمد. الآن نريد أن نجيب الأسئلة. لاحظوا هنا السؤال الأول, where did Pedro get information about plants, من أين حصل على معلومات عن النباتات, and animals that live in the Asian rainforest, التي تعيش في غابات الآسيوية. حصل عليها, this is the answer, from a friend who lives in Malaysia. لاحظوا هنا. Hi أحمد. Yes, I'm going to enter the IKC environment competition. I'm going to a project about cold places. إذن هو يعمل مشروع عن المناطق الباردة, cold places. I don't know much about them. Last year I did a project about rainforest at school. I got some information from a friend. إذن هذه هي الإجابة, from a friend who of mine who lives in Malaysia, يعيش في ماليزيا. إذن this is the answer for this question. Now question 2, what environment, ما هي البيئة, is Pedro doing his project about. إذن ما هي البيئة التي سوف يعمل عليها المشروع, هي cold places. Cold places كما قلنا هنا, about cold places, cold places, الأماكن الباردة. Now let's go to next page. Read and answer these questions. Look back through the information in unit 3. في نحصل على الإجابات من اليونت 3 من كتاب الكلاس بوك وكتاب أيضا السكيل بوك. الآن question 1, who sent, من أرسل information to أحمد about rainforest plants and animals? Pedro. Question 2, when did Pedro do a project about rainforest? متى, when يعني متى عمل المشروع عن الغابات المطيرة؟ Last year, السنة الماضية. Question 3, where do orangutans live? أين تعيش هذه الحيوانات؟ It in rainforest in Southeast Asia. Question 4, why don't many plants grow in the desert? لماذا لا تنمو النباتات, الكثير من النباتات في الصحراء؟ Because there is so little water, ماء قليل. How big can a rafflesia flower grow? يعني كم الطول التي تنمو إليه هذه النبتة؟ Up to 1 meter across. Now next question. Think about these question words. هذه تسمى question words. Question words يعني الأدوات والكلمات التي نقوم بعمل أسئلة باستخدامها. When do we use each one? متى نستخدم كل واحدة؟ لاحظوا هذه هي جميع question words هنا. Who, where, how, why, when. الآن الاستخدامات. We use who, نستخدم who to ask about people, حتى نسأل عن الناس. We use where, أين, to ask about places, نسأل عن الأماكن. We use when, متى, to ask about time, نسأل فيها عن الوقت. We use why, لماذا, to ask about a reason, نسأل عن السبب. We use how, كيف, to ask about the size, عن الحجم, the quantity of something, وكمية شيء معين. الآن هذا التمرين
تستطيع أن تجيب هذا التمرين وحدك يا عزيزي الطالب. Read these questions and then write answers for yourself. إجابات عن نفسك. مثلا who is your best friend؟ من صديقك المفضل في المدرسة؟ تقوم بكتابة اسمه هنا. This is Ahmed for example. Where do you live؟ أين تعيش؟ تكتب هنا المكان الذي تعيش به. I live in مسقط. I live in صلالة. I live in صور. And so. When متى؟ When is your birthday؟ متى يوم ميلادك؟ تكتب يوم ميلادك هنا. Why do you go to school؟ لماذا تذهب إلى المدرسة؟ Because I want to learn and study. أتعلم وأدرس. How tall are you؟ كم طولك؟ تكتب طولك هنا. For example, 130 centimeter. الآن let's go to next page. Before starting do research. قبل أن تبدأ بعمل research بحث about a new topic. It helps you to write down everything. في البداية سجل ملاحظات. You know that you already know. تعرفها. Look at Ahmed's planning sheet about rainforests. إذا هذه معلومات كتبها أحمد عن الغابات المطيرة. لاحظوا هذه اللتر K ماذا تعني؟ What I know. لاحظوا K the first letter of know ماذا أعرف. The letter W what I want to know ماذا أريد أن أعرف. وهنا أيضا L معناها what I learned ماذا تعلمت. What I learned. الآن هنا لاحظوا look at the planning ماذا تعني هذه الحروف كما قلنا لكم الآن قبل قليل. K no والW what and L learned تعلمت. Now let's go to the next page. طبعا في هذه الصفحة هذه المعلومات التي سأل عنها أحمد. هل مثلا did he find all the information he wanted؟ هل وجد جميع المعلومات التي يريدها؟ نريد أن نقرر ذلك. الإجابة هي لاحظوا هنا he found about the people. ما هي المعلومات الزائدة التي بحث عنها؟ لاحظوا هنا underline ضع خط the extra information أحمد found. المعلومات الزائدة التي وجدها أحمد. هو وجد معلومات زائدة about people عن الناس. لاحظوا this is about people عندما تكلم عن الناس. People who live in rainforest هذه معلومات جديدة لم يكن هو يعرفها من قبل. أيضا and also some plants بعض النباتات are used as medicine. بعض النباتات التي تستخدم as a medicine يعني كعلاج. medicine علاج. هذه هي الإجابة هنا. Some plants used for medicine as medicine. إذا تقوم عزيز الطالب بوضع خط تحت هذه الجمل. إذا هذه هي الإكسترا information المعلومات الزائدة التي حصل عليها أحمد. This and this information. Now let's go to the next page. الصفحة التالية. Look again at the description. انظر إلى الوصف. Description الوصف عن نبات. Picture plant موجود في كتاب الكلاس بوك. نبات الجرة لأنه يشبه الجرة. طبعا حصلنا على الإجابة from page 35 من صفحة 35 from the class book. الآن الإجابة what does this piece of writing tell us. هذه المعلومات الفقرة التي تكلمت عن نبات picture plants ماذا تخبرنا. This is the answer. It tells us facts تعطينا حقائق and information ومعلومات about something عن شيء معين. والsomething الشيء المعين هو كان في تلك الصفحة. Picture plant. Now let's go we use this kind of writing نستخدم هذا النوع من الكتابة when we want to describe facts عندما نريد أن نصف facts يعني حقائق. Facts and information وكذلك معلومات about a topic عن معلومة معينة. It's called report writing. إذن ما هو الريبورت رايتنج؟ هو الذي يعطينا facts حقائق and information معلومات عن شيء معين. Now activity 2 look think and discuss انظر فكر وناقش. Look again at the description انظر إلى الوصف النبات نبات البيتشر في صفحة on page 35 of the class book في كتاب الطالب وأجب على الأسئلة. الآن how many paragraphs are there كم فقرة يوجد في الفقرة التي تتكلم عن نبات البيتشر كم فقرة. There are three paragraphs.
السؤال التالي: What does each paragraph tell us؟ ماذا تخبرنا كل فقرة؟ tell us تخبرنا. هذه هي الإجابة هنا. Paragraph 1 gives a general information about the topic. Paragraph 2 gives us more details about the topic. Paragraph 3 gives us a closing statement about the topic. Now next question. Look at this information. انظر إلى هذه المعلومات about pitcher plants. Pitcher plants. ونريد أن نستخدم الكلمات الموجودة هنا. طبعا هذا هو شكل الـ pitcher plants. هذا هو نبات الجرة، يشبه الجرة. Number one, pitcher plants grow in rainforests. They have a nice smell. لها رائحة رائعة. They eat insects. تأكل الحشرات. They have slippery leaves. They can hold more than 2 liters of liquid. Now, next question. We use when we write factual reports. عندما نكتب تقارير حقيقية وعن معلومات حقيقية. We usually use. نحن دائما نستخدم، عادة نستخدم present simple tense. إذا نستخدم زمن المضارع البسيط. This is the present simple tense. Now let's go to next page. هذه بعض المعلومات. نريد أن نجيب عن الأسئلة. Do you know the name of؟ هل تعرف اسم the biggest spider in the world؟ أكبر عنكبوت في العالم. The biggest spider. This is the answer. Now two. The longest snake in the world. أطول أفعى في العالم. This is the answer. Python. Three. The monkey with the longest tail in the world. القرد الذي له أطول ذيل في العالم. Spider monkey. 4. The smallest spider. أصغر عنكبوت في العالم. Potomacy spider. 5. The largest bird. أكبر طائر في العالم. In the rainforest. في الغابات المطيرة. In the rainforest. Harpy eagle. 6. The heaviest snake. أثقل. Heaviest snake. أثقل وزن لأفعى في العالم. It is anaconda. The noisiest monkey. أكثر قرد مزعج. Noisiest in the rainforest. Howler monkey. 8. The smallest bird. أصغر طائر في العالم. In the world. Hummingbird. الآن نأتي إلى next page، الصفحة التالية. لاحظوا هنا نتكلم عن المقارنة. When we compare. عندما نقارن two things أو two people. إذن عندما نقارن بين شيئين أو بين شخصين أو بين two animals، حيوانين، كيف نفعل هذه المقارنة؟ We usually add er. We usually add er، يعني نضيف حرف ال er to the adjective، إذا نهاية الصفة. And use the word than، ونستخدم كذلك بعدها than. لاحظوا الآن المثال. لاحظوا هذه كلمة short، نريد أن نستخدمها ونقارن، ومعناها قصير، وcold معناها بارد. الآن هذا مثال. رايا is shorter than نائلة. الصفة هذه short، هذه short هنا كما نلاحظ. ماذا أضفنا إليها؟ أريد أن أقول رايا أقصر من نائلة، فأقول رايا is shorter. إذن أضفنا er إلى الصفة، أضفنا er إلى الصفة. لاحظوا هنا، طبعا هذه التي مع الكلمة short، وبعد ذلك ماذا أضفنا؟ أضفنا than، أصبحت shorter than نائلة. The Antarctic، القطب المتجمد الجنوبي، is colder than Africa، أبرد من أفريكا. إذا نحن هنا نقارن أعزائي الطلبة، قارنا هنا بين نائلة وبين رايا، وهنا نقارن بين the Antarctic القطب المتجمد الجنوبي، ونقارن أيضا بين أفريقيا، قارة إفريقيا. كيف تكون المقارنة؟ هذه الصفة cold، هذه الصفة cold، بارد. الآن أريد أن أقول أبرد، أقول colder، وبعد ذلك أضيف الكلمة than، يعني من، أبرد من. الآن هنا القاعدة. The adjectives shorter and colder are called. ماذا نسمي colder و shorter؟ تسمى comparative adjectives، إذا صفات المقارنة. أيضا أستطيع أن أقول مثلا shorter than، أقصر من، taller than، أطول من، bigger than، أكبر من، smaller than، أصغر من، وهكذا.
الآن هنا نريد أن نكمل القواعد. لاحظوا هنا القاعدة to make most adjectives into comparative، إذا أردنا أن نضع مقارنة للصفات ماذا نضيف؟ نضيف ER إلى الصفة. لاحظوا هنا مثال cold على سبيل المثال، إذا هذه تطبيق القاعدة هذه على الصفة الأولى. إذا هنا cold ماذا تصبح cold؟ تصبح colder. إذا لاحظوا أضفنا بارد وكولدر أبرد. أيضا for adjectives ending in E، إذا انتهت الصفة بحرف الإي ماذا نضيف؟ فقط نضيف حرف الآر. هذه تنطبق عليها القاعدة الثانية. إذا لاحظوا هنا مثل هذه الصفة، هذه الصفة انتهت بماذا؟ بالحرف إي، لذلك ماذا نضيف؟ لا نضيف إي آر وإنما فقط نضيف حرف الآر. إذا نايس رائع ونايسر أروع. For adjectives بالنسبة للصفات with two syllables تتكون من مقطعين وتنتهي بحرف الواي ماذا نفعل؟ We take away the y، نحذف حرف الواي وبعد ذلك نضيف ier وبعد ذلك نضيف ier. لاحظوا هذه القاعدة تنطبق على كلمة heavy this one. انظروا هنا انتهت بالحرف y، فماذا فعلنا؟ heavy معناها ثقيل، حذفنا الواي وأضفنا ier. إذا heavy ثقيل، heavier أثقل. الآن هنا القاعدة الرابعة for adjectives للصفات with one syllable تتكون من مقطع واحد وينتهي with a vowel، يعني بحرف vowel، حرف القبل الأخير يكون vowel والحرف الأخير يكون consonant. ماذا نفعل؟ we double، نكرر the consonant. يعني انظروا إلى القاعدة، طبعا ما هي الفول باللغة الإنجليزية؟ حروف المتحركة A U E I U. لاحظوا هنا ماذا نفعل؟ كلمة hot، كلمة hot الحرف قبل الأخير فول O، لاحظوا الـ O من هذه الحروف فول O. ماذا نفعل الآن عندما قبل أن نضيف ER؟ نقوم بـ double the consonant، هذا حرف T، نكرر حرف التي وبعد ذلك نضيف اي ار. لاحظوا هوت هوتر، اذا هنا دبل تي وبعد ذلك اضفنا اي ار. لماذا هنا الدبل تي؟ لان الحرف قبل الاخير هنا او. ايضا بالنسبه لاحظوا فور adjectives with one syllable ending with one vowel and the consonant و، اذا لاحظوا اذا انتهت الصفه بحرف الدبليو وكان قبلها حرف اي vowel فهنا لا، هذه خارج عن القاعدة، لا نقوم بعمل دبل لحرف الدبليو وإنما فقط نضيف إي آر. إذا انتبهوا للكلمات التي تنتهي بحرف الدبليو. الآن نأتي إلى الإجابة هنا، نقارن الآن بين شيئين. A Komodo dragon is longer، لاحظوا الصفة هنا long، فكيف long طويل؟ أريد أن أقول أن هذا الكومودو دراجون أطول، longer، longer than a parenti. إذا لاحظوا long أصبحت longer وبعد ذلك انظروا في الفراغ longer than أطول من longer than. Number two an African elephant is heavier، هذه الصفة انتهت heavy معناها ثقيل، انتهت بواي. ماذا نفعل؟ نحذف الواي ونضيف IER، أثقل than Indian. إذا لاحظوا هنا نقارن بين شيئين Indian elephant و African elephant. The Sahara Desert is larger، انظروا إلى هذه الصفة large كبير، انتهت بحرف الـ E، فماذا فقط نضيف حرف الـ R، لا نضيف ER. إذا صحراء الصحارى larger أكبر than the Namibian Desert. Number 4 a Rafflesia is bigger than، لاحظوا هذه الصفة big، الحرف قبل الأخير vowel، الحرف قبل الأخير vowel I. ماذا نفعل؟ نقوم بدبل جي وبعد ذلك نضيف اي ار، اصبحت bigger. A sloth is slower than a cheetah، الحيوان الكسلان اصغر، ابطا من التشيتا الفهد. اذا لاحظوا slow فقط نضيف اي ار فاصبحت slower. Now let's go to next page. هنا صفات المقارنة عندما نقارن three or more things، اذا ثلاثة اشياء، ثلاثة اشياء او اكثر، people or animal or things، ماذا نضيف؟ غالبا نضيف est إلى الصفة وأيضا نضع قبل الصفة the. لاحظوا هنا مثلا على سبيل المثال عندنا كلمة tall طويل،
أريد أن أقول الأطول، لا أريد أن أقارن بين اثنين، أريد أن أقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر. فتول هنا أصبحت تولست، لاحظوا هذه هي الصفة كما هي تول، وأضفنا إي إس تي، وقبل الصفة استخدمنا ذا، أصبحت ذا جيراف. نقارن الآن is the tallest animal in the world، فهي أطول حيوان في العالم، فلم أقارنها مع حيوان آخر وإنما مع جميع الحيوانات. Now الصفة long طويل، سوف نضيف est وبعد ذلك قبل هذا، لاحظوا the river Nile نهر النيل is the longest، الصفة long وأضفنا إليها est، لاحظوا وقبلها the هو أطول نهر في العالم. الآن نكمل هذه القواعد، لاحظوا هنا أحيانا نضع قبل الصفة ذا ونضيف st إذا انتهت الصفة بحرف الإي مثل هذه القاعدة، لاحظوا هنا هذه wide مثلا نقول the widest. أيضا this rule for adjectives ending in e، طبعا بالنسبة لي الصفة هنا نضيف est لمعظم الصفات، this is the first rule، this is the first rule، هذه القاعدة، الكلمة هذه مثال عليها tall the tallest. Now next للصفات التي تنتهي بحرف الواي ماذا نفعل؟ نحذف الواي ونضيف ist، لاحظوا هنا هذا مثال على القاعدة، كلمة noisy مزعج، نحذف ماذا حذفنا؟ نحذف الواي وبعد ذلك نضيف ist، أصبحت the noisiest، noisy مزعج، the noisiest الأزعج، الأكثر إزعاجا. القاعدة التالية وهي الصفات التي تنتهي بحرف vowel، الحرف قبل الأخير، لاحظوا هنا big هذا vowel، ماذا نفعل؟ double g، أصبحت the biggest، لاحظوا هنا double g the biggest. إذا هذه هي الإجابة هنا. والقاعدة الأخيرة هنا إذا كلمة انتهت بحرف w فقط نضيف est، لاحظوا كلمة new انتهت بحرف w فقط نضيف est وقبلها نضع the نيو جديد، the newest الأجدد. الآن نقوم بحل هذه التمارين، نقارن بين الأشياء. The anaconda is the heaviest snake in the world، لاحظوا الصفة the heaviest. The rafflesia is the largest أو biggest flower in the world، لاحظوا هنا the largest الأكبر. The komodo dragon is the largest الأكبر أو the longest lizard in the world. أيضا هنا the sloth is the slowest هو الأبطأ، the slowest animal in the world. وبهذا أعزائي الطلبة نكون انتهينا من حل تمارين اليونت 3 من كتاب skills book كتاب المهارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.